النهاردة حلقة خاصة عن السجق البيتي. عملنا سجق اللحمة، بنعمل دلوقتي سجق الفراخ. ده السجق المشطشط. عندي هنا صلصة طماطم المعلبة، دي سبكتها شوية في زيت زيتون مع الزعتر، يا سواء الطازة أو سواء الأوريجانو بتاع البيتزا. وعندي هنا توم. السجق بتاع الفراخ لازم نشتغله بالظبط بالوراك، ما ينفعش بالصدور. عندي هنا خليط من الأعشاب، ممكن تستخدموا شبت، كزبرة، بقدونس. أنا الصراحة بحب استخدم بس البقدونس والشبت. عندي بودرة التوم، أو هستخدم بس بودرة البصل لأنه حاطة توم. وعندي كمان شوية ملح وفلفل، وهحتاج شوية زيت زيتون، وهحتاج كمان شوية مية عشان ننعم الخلطة. هنطحن الحاجات دي ناعم قوي. هنزل بالخليط ده كده. السجق الحراق ده كمان ممكن تعمل بيه صواني حلوة قوي في الفرن بالخضار، او اي حاجة بتحبوا تحطوا فيها سجق زي فتة السجق. يعني دي حاجات كلها ممكن تعملوها. والبيتزا كمان بتتعمل بالسجق بتاع الفراخ الحراق، بتطلع جميلة جدا. هاخد شوية توم، وهحتاج تاني نفس البهارات، بودرة البصل، بودرة التوم، شوية فلفل اسود، حاجة مشطشطة. الحاجة دي هي الشطة، ممكن تزودوا كمان البابريكا، وما ننساش الصوص اللي احنا حضرناه. هاخد شوية مية، هنا مش هضيف زيت لان انا ضيفة الصلصة. اخد بقى شوية هانك. نبتدي بايه؟ نبتدي بالاعشاب. ماشي، ونبرمه من تحت، نقفله عقدة صغيرة اهي. لقيتها اهي، خلاص اروح حطاها كده زي ما قلت في بداية او في بوز المسدس بتاع البيتي فور. ندفع دايما كده، ما تخليش الجزار يعملك السجق، خليكي انت الجزار. نقفل من الناحية دي كمان لان احنا ما كملناش للاخر، بس اسيب شوية هواء عشان خاطر لما اجي ابرم السجق يلاقي حتة يتحرك فيها. اظن كده انتوا فهمتوا اللعبة ماشية ازاي. اتمنى ان الحلقة النهاردة تكون عجبتكم.